موازنات السابقة ل 2019 واللي مطروح موازنة 2020 كانت لحماية مصالحهم للوزراء والمتنفعين وأصحاب رؤوس الأموال إذا بدك بشكل عام، لحماية مصالحهم وأكيد تأمين عجز الموازنة من خلال طبقات الدخل المحدود. هلا تحت ضغط الشارع، الشارع اللي عمل هالضغط تخليهم يقنعوا بهيدي الاصلاحات الموجوده. بكل الحالات ماني اكيد من انه راح يشتغلوا بطريقه مضبوطه، يعني كان المفروض تكون قبل من هيك بكثير. بكل الحالات ان الدكتور جعجع والحد تبعه كان بالحكومه ذاتها، يعني كمان كان فين يشتغلوا بالموضوع ذاته، يعني مش هلا ني حسوا المركب عم يغرق انه كل واحد عم بجرب ينط منه من مال. بالنتيجه هي حقوق الشعب، والشعب عارف حقه بهاللحظه التاريخيه ونزل على الشارع وجبر كل العالم ترضخ للامر الواقع.